السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم بعض المواقع للدروبات والكسب المجاني، وتذكير بعض الدروبات السابقة. الأول هو عبارة عن منصة تقوم بالتسجيل بها. هذه المنصة قوية، حجم التداول فيها تقريبا 564 مليون. هذه هي العملات المتداولة في المنصة. التسجيل بسيط والربح منها بسيط. هناك إعلان بمناسبة تحصل على 50% إذا أودعت من البيتكوين 50% هذه المسابقة، وهناك 17 دولار لكل من يريد التسجيل بونص للمشتركين الجدد. كل ما عليك هو التسجيل بالموقع بهذا الشكل، ستكون رابط أسفل الفيديو. بمناسبة الجمعة السوداء هناك توزيعات 20,000 دولار حتى 24 نوفمبر ل 28 نوفمبر. كل ما عليك هو هنا أن تقوم بإدخال الإيميل ثم الريجستري، أو من هنا السجن أب، ثم تختار الدولة الخاصة التي تريد، دولتك الخاصة ولن تستطيع تغييرها، ثم تسجيل الإيميل وكتابة الباسبورد. تنتقل مباشرة إلى الإيميل. سيعطيك الموقع عبارة عن كود خاص بك لتأكيد التسجيل. تمام، تقوم بنسخه ولصقه في الموقع، ثم بعد إكمال التسجيل هنا يقول لك عند على الفور عند إكمال المهام سيكون المستخدمين ربح 17 دولار. طبعا هي لن تحصل عليها كاملة، ولكن إذا أكملت المهام الخاصة بهم. وهنا لديهم إعلانات، لديهم مدروبات، لديهم إحالة بإمكانك الربح من الإحالات، لديهم بونص، لديهم كذلك تعدين تقريبا. لديهم مزادات، لديهم تعدين إثريوم 2.0 للتداول في أي وقت بدون قفل، دخل رباعي مرتفع للغاية، وشراء الفايل بخصم 34%، مكافأة تعدين بدون قفل يعني مرنة. وهنا لديهم السواب، لديهم التجارة، التمويل، البيتوك، وهنا لديهم أكثر، وبطولة تكساس. طيب، نقوم بتسجيل الدخول بعد التسجيل. بنفس الطريقة تضغط هنا احصل على الرمز للإيميل، تعود على الإيميل، ستلاقي الرمز مباشرة. تقوم بنسخه بهذه الطريقة، تعود إلى هنا، تلصق الموقع، وبالتالي أنت حصلت على 1 دولار مباشرة في رصيدك. تمام. طيب، هذه المكافآت. هنا يقول لك لقد أكملت مهمة جديدة وستحصل على مكافأة 1 دولار. يمكن المستخدمين سحب المكافأة في غضون 7 أيام بعد الدفاع للمبتدئ. طيب، الخطوة الثانية، إذا أودعت 50 دولار، هنا إذا أودعت 50 دولار ستحصل على 2 دولار. وهي منصة صراحة في التعامل رائعة جدا، يعني بعض العملات التي فيها بإمكانك الحصول عليها أو بدون إيداع. للحصول على المكافأة الثالثة هنا تقوم بتوثيق الحساب. توثيق الحساب بشكل بسيط جدا، فقط تقوم بلقطة صورة سيلفي لك الوثيقة الخاصة بك. من هنا المصادقة، تختار الدولة اللي أنت خير فيها، ثم هنا بإمكانك مساح الكود، ثم المصادقة في ستقوم بتحميل فقط الصورة الشخصية لك مع الجواز. هنا ثم 1 دولار لأول عملية تداول، وهنا حقوق الملكية، المبلغ الإجمالي لتحويلات الإسواب 1 دولار، 3 دولار إجمالي المبلغ المستلم، كفاءة التعديل.
تقوم تدخل على التجارة ثم تبدأ ثم تقوم بالتبادل نفس بقية المواقع. ننتقل لأيردروب آخر وهو مهم جدا. الأيردروب الثاني هو عبارة عن موقع بنفس الطريقة، منصة تقوم بدخولها، منصة قوية get started، ثم تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بك بشكل طبيعي. ستصلك رسالة تفعيل إلى الإيميل، ثم توثقها من الإيميل. بعدها مباشرة تقوم بتسجيل الدخول. ستصلك كود التفعيل إلى الإيميل بنفس الطريقة السابقة. الشكل تقوم بنسخه، ملصقه هنا، ستفتح لك مباشرة. أنت حصلت مباشرة على 1000 قطعة من العملة. بإمكانك الذهاب إلى ويلت فات أنسكوت وستلقى العملة موجودة في MC الخاصة بالمنصة، قدرها هنا 1000 قطعة من العملة وهي على شكل FMC. لا تبيع هذه لأنها سترتفع في المستقبل. هنا يوجد الديبوزيت وهنا يوجد الويذر درو، يعني دائما عملات المنصة هذه احتفظوا بها لفترة من الزمن، سترتفع نفس بقية المنصات السابقة التي شرحناها. الأيدروب الثالث، قبل أن ننتقل للأيدروبات التي بدون منصات سنبدأ بالأيدروب الخاصة بالمنصات. الأيدروب الثالث هو عبارة عن كوينك كونكيز خاص بالمنصة هذه، ترتيب المنصة هذا ما يستثمر فيه. تضغط على الرابط سأترك لكم أسفل الفيديو. لا تحتاج إلى توثيق للتداول في العملات، بإمكانك التداول بشكل بسيط. عفوا يا شباب، يا كوينكيز، كوينكيز هذه وليست هذه هي كوينكس. قم بإنشاء حساب، تقوم بإنشاء حساب بشكل طبيعي بالإلكتروني كلمة المرور. ستصلك رسالة إلى الإيميل، تقوم بتفعيل الإيميل نفس الطرق السابقة. بعد تفعيل الإيميل تقوم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع، وستصلك بنفس الوقت رسالة كود التحقق بنفس الطريقة السابقة. أو عفوا إلى الهاتف، ستصلك رسالة إلى الهاتف. إذا أكملت التسجيل بطريقة الهاتف ستصلك رسالة إلى الهاتف بهذا الشكل، ثم تدخل الرسالة هنا. حتى تصلني الرسالة سأنتقل لموقع آخر ثم سنعود إلى هذا الموقع. وهي منصة معروفة شهيرة جدا جدا وقديمة، وهي اسمها لاتوكين. تقوم بالتسجيل بشكل طبيعي، حاول أن توثق الحساب وتقوم بتحميل التطبيق مباشرة. بعد تحميل التطبيق ستذهب من التطبيق أو من الجوال أو من الموقع نفسه بالذهاب إلى هنا Earn Money أو كسب المال. لديك عدة طرق، الأولى اللي هي الإحالات. طبعا $50 هذه من الإحالة ليست وإنما للسحب والإيداع. ستحصل هنا على ايردروبات متعددة، هذا الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. بإمكانك المطالبة بها بشكل مباشر، مثلا هذا الخاص بلاتوكين نفسها. تقوم بستارت بوت ثم تكمل المهام بشكل طبيعي. يعني تحتاج إلى تليجرام فقط وتويتر. حتى وإن لم يكن لديك أصدقاء في تويتر، أو اجمع على الأقل 3 إلى 10 أصدقاء. وقناة يوتيوب قم بعمل قناة ولا هي فاضية، مش ليست هناك إشكالية. ثم تقوم بإسترس لك المهام المعتادة، أو سيطلب منك الموقع المهام المعتادة وإكمال بقية المهام بشكل جزئي. إذا طلب منك التوثيق قم بعمل التوثيق بشكل طبيعي. هذه بين الفترة والأخرى تجيك عدة إيردروبات على هذه المنصة، كل يوم كل يومين ستحصل على إيردروبات متعددة. أنا ما حصلت عليها تقريبا، هنا موجودة بعضها وقد سحبت بعضها.
وليت. طبعا افضل طريقه للسحب لا تسحب العمله نفسها، حاول ان تبدلها بالترون ثم تحول من الترون، يعني استبدلها بالترون بهذا الشكل. من هنا مثلا هذه العمله الاولى التي حصلت عليها مثلا هنا 490 قطعه، تقوم بالترند من هنا او بالاستبدال من المكان الاخر، واستبدال عفوا مش ليست من هنا، مثلا RTF او اي عملة اخرى تقوم باستبدالها بالترون او بيعها وشراء الترون. بامكانك الدخول الى اكسشينج وعمل من هنا على الترون. نشرحها في مجال اخر ان شاء الله، ما يهمنا هو كيف تقوم بعمل الايردروبات وتقوم بعمل المهام بشكل طبيعي. هنا كذلك منصة مهمة لXT وتنزل الايردروبات اما هنا او ستلاقيها في قناتهم الخاصة بالتليجرام، فقط انضم لقناتهم الخاصة بالتليجرام وتابع الايردروبات الخاصة بها، تنزل بين الفترة والاخرى ايردروبات خاصة بهذه المنصة وهي تسحب الى نفس المنصة. سيجن اب بنفس الطريقة، تقوم بتعبية البيانات الخاصة بك، الايميل، الباسبورد، ثم يسرق كود الى الايميل، تقوم بادراجه هنا، ثم هنا تعيد الكود، هذه تقوم بحل كابتشا هنا الكود، وهنا انك اذا كانت لديك حالة. بعد التأكيد من الايميل تقوم بالدخول من هنا مباشرة، ثم لوجن. طبعا انا هذه كل الموقع عملها للشرح بهذا الشكل، ثم الدخول للمنصة جيت كود بنفس الطريقة الى الايميل، تعود الى الايميل، هذا هو الكود، اقوم بنسخه ونسخه هنا، تنتقل مباشرة الى داخل المنصة بهذا الشكل. هنا يوجد ستيكينج، يوجد طيب كيف تنضم لقناة تليجرام؟ تقوم بالدخول الى هنا، هنا لديهم اما تابع التويتر الخاص بهم او التليجرام الخاص بهم، وستحصل مباشرة على الايردروبات التي تعطى لهذه المنصة بشكل متواصل، يعني كل اسبوع اسبوعين ستحصل على ايردروب ايردروبين، وهذا لا بأس به. ننتقل الى منصة اخرى، وهنا كذلك منصة مهمة جدا جدا جدا، اما للتعدين او لبعض الايردروبات التي تنزل عليها، وهناك طرق اخرى للكسب سواء بالايداع او بدون ايداع، بامكانك الايداع والربح من الايداع ما يصل الى 500 دولار وفق شروط معينة للربح. وهنا يوجد لديك المينينج، كولد مينينج واشياء اخرى غيرها في المنصة. هنا البونص الخاص بالمنصة وبعض المهام التي ستكملها. التسجيل بشكل بسيط نفس الطريقة، تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بك، 100 بونص لكل مستخدم جديد تقريبا، اكمل المهام ثم تداول واحصل على 5500 دولار اذا قمت بالتداول. ومن هنا تسجيل الدخول، ومن هنا لوجن. تأتيك الكابتشا، قم بحلها بهذا الشكل. هنا كونفيرم، وهنا تعود الى الايميل بنفس الطريقة السابقة. ستأتيك الرسالة من الموقع، تقوم بنصب، يعني كل المواقع متشابهة يا شباب. هنا تفتح لك مباشرة هنا البونص الذي يقول عليه الدولار،
هنا 1000 دولار، هنا 30 بوينتس، هنا 10 بوينتس، هنا 30 بوينتس عند الديبوزيت. إذا 100 دولار عبارة عن 30 30 60 70 80، وهنا موزع على بقية المهام الأخرى. هذه هي التكست الموجودة في الموقع. إذا أكملت أحداهم تحصل على الباقي مباشرة من الموقع. سنتطرق إلى ذلك فيما بعد. اربح الكثير من هذه المنصة. وحتى لا أطيل عليكم بهذا الفيديو، سنشرح آخر منصة للعمل عليها، وهي هذه المنصة. ستكسب العمل بشكل يومي. سيجن أب، قم بتسجيل البيانات الخاصة بك بشكل طبيعي. ستترك رسالة تفعيل للإيميل، ثم تقوم بتسجيل الدخول مباشرة. هذه المنصة تستطيع كسب كل ساعتين منها عملات بسيطة ولكنها سترتفع. ثم تنتقل مباشرة إلى فريكوين. هنا بعد التسجيل ستحصل على هذه العملات. غالبية ما تكون هنا الساعة 11 صباحا ستحصل على هذه الكميات رامك سومير. أما هذه العملة فهي كل ساعتين بهذا الشكل. تقوم بالمطالبة جيت. سيقول لك تقريبا مهمة بسيطة، وهي نسخ مقالة ونشرها على تويتر، ثم العودة لها فقط. قبل أن ننسى نذكر بس بقية الإيردروبات المهمة. هذا الإيردروب اللي هو ميتا ماسك، في ماسك وفي ميتا ماسك. هذه هي العملة، هي تقوم بتنفيذ المهام الاعتيادية اللي هي قنوات التليجرام والفيسبوك واليوتيوب فقط. كل ما عليك هو الاشتراك. ستترككم الرابط أسفل الفيديو. ثم تقوم بإضافة العقد الخاص بها. هذه بالنسبة للميتا ماسك، نحن ربحنا منها 2 مليون قطعة، وظهرت الآن تقريبا معدة 354 دولار. هذا الإيردروب جيد جدا. التوزيع القادم سيكون ب 31 ديسمبر. أما الإيردروب الآخر وهو نفس الطريقة وهو الميتا ماسك، عدها لم تحدد سعرها، ستحدد سعرها قريبا. السحب خلال 48 ساعة يصلكم إلى المحفظة. ستركون رابط العقد الخاص بهذه العملة، وهذه العملة تقريبا العقد موجود معكم من سابق اللي هي الماسك. أما الميتا ماسك ستكون الرابط أسفل الفيديو. ننتقل لإيردروب آخر بس هنا منصة اللي هي ستيكينج. تقوم بالتسجيل بشكل طبيعي نفس بقية التسجيلات اللي سجلناها بالسابق، وهي منصة ممتازة. ثم اللوجين من هنا. هذه المنصة كلها يا شباب ستكسبوا منها كثيرا. طبعا هذه المنصة ليست إيردروبات ولكن فوست، يوجد فوست باي. بعد التسجيل يا شباب هذه العملات الخاصة بها بإمكانكم الإضافة مباشرة من هنا. تقوم بإضافة أي عملة تريدها. هذه العملات الخاصة بالمنصة. طبعا السكن، كل ما احتفظت بهذه العملات ستزداد، يعني هنا لديك نسبة معينة. مثلا هذه الآن 1 تقريبا% هنا. هذه اللي هي الآن 123 وهي 3 قطع. كيف لو كان معك 100 قطعة 1000 قطعة ستصل إلى 1%، 2%، 3%، وهكذا. طبعا هذا النسبة اليومية وليست السنوية. كيف تربح من هذه المنصة؟ لديكم عدة طرق، منها الطريقة المختصرة. ادخل على كومنتي. حاول توثق المنصة. لديك هنا التصويتات، ولكن التصويتات بعد التوثيق. إذا كنت لم توثق قم بالضغط هنا على الفوست فقط. كل 24 ساعة ضغطة واحدة فقط يا شباب. هذه هي، تقوم بالضغط هنا، تقوم بالضغط هنا عندما تكون باللون الأخضر. تقوم بالضغط هنا. هذه العملات كلها بإمكانكم أن تجمعوها مباشرة. الإيردروب الأخير اللي شرحناها الفائتة، هذا الإيردروب قلنا أن تقوم بإدخال عملة الإيثريوم فقط. تسجل هنا، عفوا هذا البذر هنا، تسجل على الإيردروب بقية أيام ديكس دي، ثم تقوم بجمع 5 إحالات فقط. هنا يطلع لك 10 عملات لك، ولكل إحالة 10 نقاط، 5 إحالات وعشرة 60. ثم قم بالسحب بهذا الشكل ويذدرو برومت. أوكي،
طيب أنا قمت بالسحب الآن مع إثبات السحب 60 قطعة، أين سأحصلها أو أين سأحصل عليها؟ تقوم بالذهاب إلى المحفظة التي قمت بالاشتراك فيها، نذهب إلى المحفظة لنراها من هنا، هذه المحفظة أو محفظة تريست وليت، لكن لازم تضيف العقد. سأقوم هنا بتوسيع المحفظة ثم ننتقل إذا كانت ليست موجودة هنا، مثلا محفظة هنا 10 IBO التكس لم تصلنا هنا. طيب اكتيفيتي هنا، إذا كانت لديك بإمكانك البحث عليها هنا، تكس دي لا توجد، لكن بإمكانكم الاكتشاف عن طريق البلوكيشن الخاص بها، نسخة مزيان مخصصة. سنجرب إضافة العقد من هنا كوبي، ثم ننتقل إلى ميتا ماسك. كيف تضيف العقد؟ تنتقل مباشرة إلى اكتيفيتيت، توجد معاملات، ممبرس توكن، عملة رمزية مخصصة، عنوان العقد، لنرى هل سيطلع أم لا. عفوا يا شباب، نعود إلى الموقع لنرى أين هذا هو الكونتراكت أدرس، تقوم بنسخه أو فتحه على شبكة الإيثريوم أدرس، تمام، ونسخه من هنا والنسخ من هنا، ثم العودة إلى الميتا ماسك، أضع العقد هنا، بطالع هنا تكست دي هات توكنز، أضيف العقد أمبريشن شبكة الإيثريوم الرئيسية. أنا قمت بإضافة العملة لكن لم تصلني، سنرى متى ستصلني، سأقوم بإثباتها بشرح آخر. هنا شبكة الإيثريوم الرئيسية بإمكاني البحث عليها إذا كانت موجودة على البلوكيشن الإيثريوم. قم بالبحث، ضع هنا عنوان المحفظة الخاصة بك على الإيثريوم، ثم ستقوم بالبحث إذا كانت قد تم السحب لها. هنا لدي شبكتين وهنا لدي شبكة واحدة، لم تصلني إلى حتى الآن، عندما تصلني سأقوم بإثباتها في فيديو آخر.